دايهاتسو تاريوس اس يو في اثبت عن وجوده الكبير بلبنان بالسنوات الاخيره ونجاح كبير بطبيعه الحال. كل تفاصيله بعد لحظات، خليكم معنا. معنا مسيو جيف راد من اوتو ستارز وكالة دايهاتسو بلبنان. هاي جيف. هاي جوف. كتير ما بيعرفوا يمكن انه اول شيء دايهاتسو مصنع ياباني. مزبوط. مصنع ياباني عتيق كتير بعالم السيارات. مزبوط. وبدنا نحكي اليوم عن تاريوس لانه تاريوس اثبتت من اول جنراسيون لها بلبنان، خاصة بلبنان، عن نجاح كتير كتير كبير. بداية خبرنا شوي عن تاريخ دايهاتسو. مزبوط، مثل ما تفضلت دايهاتسو اول شيء صانع ياباني وبعده لحديد اليوم 100% ياباني. يعني حتى عم تجميع تصنيع كل شيء ياباني. مش بس هيك، هو اضحك شيء للناس ما بتعرفه انه دايهاتسو هو اول صانع ياباني، بلش بال 1907. اف، فاذا كل خبره دايهاتسو، كل هالخبره اليابانيه موجوده اليوم معنا بدايهاتسو تيريوس. هي معلومه مهمه انا ما كنت اعرفها صراحه، انه اليوم دايهاتسو اقدم مصنع ياباني بعالم السيارات. مزبوط. التيريوس، نحكي شوي عن تيريوس هلا. نجاح كبير من اول جنراسيون لليوم، شو سر هالنجاح برايك جيف؟ يعني الواحد ينجح لازم يعرف اخر شيء الزبون شو عم يتطلب. نحن اليوم الزبون اللبناني او حتى نجاحه بالعالم، بس خلينا نحكي على لبنان، انه انت شو بتفضل؟ بتحب السياره تكون عاليه، اول شيء تاخذك وين ما بدك كيف ما بدك، بنفس الوقت مع شان دو فيزيون يكون صح واضح، فاذا وبنفس الوقت فور ويل درايف ومصروف بنزين كثير حلو. يعني عندك هالاس يو في المنه بهالطابع الكثير ضخم، نفس الوقت فور ويل درايف، مصروف بنزين فوق ال 250 كيلومتر بالتانكي، مع تقنيه يابانيه 100% يابانيه. فعلا امور كثير اساسيه عم تحكي عنها اليوم موجوده بالتيريوس من دايهاتسو. عم نشوف هالشكل الحلو كثير، الجنراسيون الجديده فعلا يعني تغير بشكله، صار كثير اتراكتيف على الطريق اكثر مع روف ريلز، لون كمان معنا بالاستوديو كثير لبق للتيريوس. خبرنا اكثر عن الديزاين اللي عم نشوفه. هلا هيدا اللون اللي عم نحكي عنه لون اجى لهالجنريشن، لون يونيك بالدايهاتسو تيريوس. مثل ما عم نشوف الدايهاتسو تيريوس طويل، صح، فيه ويل بيس، فيه ويل بيس حلوه، فيه ليج روم حلوه، بنفس الوقت عم نشوف هالضخمات الموجودين بقلبه، ان كان من ميله الاماميه، ان كان بالكلاوند او بالفوغ لايتس، او حتى من الناحيه الجانبيه على الجنب وين بنشوف الكروم على مسكة البواب، اكيد يعطوها هالستايلش، والروف ريلز الموجودين، واكيد اهم شيء الجراوند كليرنس. عندك اس يو في بكل معنى الكلمه، صح، بدي هالشيء يعني ما عنده اي سوء، مستعد لكل التحديات على الطرقات اللبنانيه خاصه، وثلج كمان يعتبر مناسب جدا. خلينا ننتقل نحكي معك جيف، نشوف الانتيريور تبع التيريوس الجديد. جاف داخل كل شيء امور اساسيه بالاس يو في موجود فيه، عم تشوف يعني سمبل من جوا بس كل شيء اساسي مثل ما عم نحكي. مزبوط. هلا من الناحيه الداخليه مثل ما قلت سمبل، بس ما لازم ننسى انه بقلب الدايهاتسو تيريوس قصص المنه كثير مبينه على الكاميرا، هي انه في له كثير جيب. اوكي، فيه فوق 20 وحتى تقدر تحط خراج بقلبه، very comfortable و very useful إذا بدك. غير عن هيك مثل ما عم نشوف من على الشمال في عندك ال LSD اللي هو لا سمح الله أو حدا بحب الأفرود راح على طريق وعرة أو هيك شيء. limited step differential. مزبوط. بيقدر هالسيستم هيدا ما بيخلي السيارة تغرز بمحل ما. من وراء واسعة، عنا فولدبل ريف سيتس كمان لمزيد من الوساعة إذا بدنا نحط أغراض بالصندوق الخلفي. مزبوط، بس الحلو بهالاس يو في إنه هون نحن حاطين بس الظهر اللي هو فولدبل. أوكي، بس أما هي حتى الكرسي كلها سوا فولدبل، حتى يكون عندك الصندوق يكون كله سوا فلات إذا أوكي. عندك أغراض أكثر. فعلا كمان في عنا هيد روم ممتاز بالسيارة، السيارة كثير واسعة من جوا، ليج روم وهيد روم بطبيعة الحال. بيعكس انه بتساع خمس سيارات، خمس اشخاص بالداخل. على كل حال بنرجع نستعرض الناحية الأمامية. تو اير باجز كمان، تو اير باجز من الناحية الأمامية كمان، ناحية سيفتي. اي اس بي، اي اس بي، اي بي دي، اي بي اس كمان، كمان كل شيء موجود بالداخل. وسنترال ديفرنشال لوك موجود مظبوط لعملية الفور ويل.
مظبوط اللي هو سنترال مش اسمه سنسر اوكي سنترال ديفرنشال لوك هو كمان هو الكومبينيشن تبعيته انه سنترال ديفرنشال لوك والليمتد سليب ديفرنشال اللي حكينا عنه قبل الال اس دي اللي بيعطوك هل كيف بدي اقول لك هالشيء السبيسيال اللي يخليها تنجح خاصة على طرقات الوعرة. Thank you جيف على هذا الشرح المفصل. هلا بدنا نرجع نحكي شوية بيرفورمانس دايهاتسو تيريوس الجديدة. مرة جديدة عم نشوف الشكل الأمامي الحلو للسيارة ناحية بيرفورمانس أربع سلندر بطبيعة الحال. خبرنا المحرك محركين ولا محرك واحد عم نكون فيرسيون فيها؟ بالدايهاتسو تيريوس عندنا محرك واحد اللي هو أربع سلندر 1500 سي سي توين كام دي او اتش سي دبل اوفر هات يعطيك تورك اعلى كانه اذا بدك موتور اكبر اوكي بس اهم شيء عم بيعطينا هالمصروف البنزين اللي هو كثير حلو اللي هو كثير مميز هالتقنيه اليابانيه اللي عم تعطيك فوق ال 250 كيلومتر بالتنكي وانا بشدد 250 كيلومتر بالتنكي كمعدل يعني ما منقول 250 مشي من صيدا لطرابلس حازيت السحبة بتعمل 250 كمعدل عام حتى طلعات نزلات شو ما كان 100% بتجمع بعض المعدل العام تبعها عم يعطي هال 250 كيلومتر بالتنكي اليوم سبيشل ديل موجود على السيارة خبرنا ستارتنج برايس نحن بهالفترة عاملين سبيشل ديل بستارتنج برايس 16900 قبل التيفي او تسجيل نعم مكفولة السيارة على 3 سنين او 100000 كيلومتر موجودة بكل صالاتنا وحتى مع تيست درايف كمان موجود حتى الزبون يقدر يختبر اكيد الوثائق اللي عم نحكي عنها وهالتقنيه اليابانيه الموثوقين فيها. ثانك يو جيف على كل هالانفوز عن الدايهاتسو تيريوس الجديد المصنع الياباني 100% اكيد بعالم السيارات، بلاقيكم نحن كل يوم بسياره جديده عبر اوتو فوكس، الى اللقاء.